السلام عليكم كريم مصطفى، كنشكر كاع الناس اللي جاو لقاو اليوم الحقت مرة الخميس، كنشكر نهران الغالية نهران، وكنشكر كاع الناس اللي حضروا العائلة، وكنشكر هذا الواحد اللي جاب الأصدقاء دائما كيتسناو كل مرة، السلمي كل مرة كيتسناو، وهذه المرة الثالثة. والحمد لله كملت هذا الرحلة اللي فيها 7 شهور طويلة، راه ماشي سهلة، لأن فيها 15 دولة وكانت الشتاء، كانت الثلج، كان البرد، كان الجبال، تعذبت شوية بزاف، تعذبت شوية، ولكن الحمد لله كملت. كملت علاش كملت؟ لأن كملت كملت بغيت نهز الراية ديال المغرب، تبارك الله عليك راك هزيتيها. ثانيا بغيت نكمل على الناس اللي دعموني، لان تاقوا بيا وبغيت نهز السميه تاعهم اللوجو ديالهم على شي حاجه دازتو. وثانيا بغيت عند الشجاعه باش نكون الناس اللي عندهم العمر تاعي، انا عندي 70 عام، بغيت نكون الناس واخا عندي 70 عام انا درت 15 دوله وكملت، وما كنقول لكم الله والوطن والملك وديروا الرياضه. لمن تهدي هذا الفوز السي كريم؟ لمن كتهدي هذا الفوز؟ هذا الفوز كان هدي لسيدنا وكذلك الشعب، الشعب المغربي، بس اكثريه الشعب المغربي، بس الناس اللي صغر مني يديروا الرياضه واللي قدي يديروا الرياضه. فوالا بغيت نعطي واحد المثل. شكرا سي كريم والحمد لله على السلامه ديالك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.